لو توقفنا الحقيقة عند زيارة الرئيس السيسي لدبي والهند والبحرين، يسعدنا أن ينضم إلينا سيادة السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية السابق. سيادة السفير، برحب بحضرتك معنا. أهلا بيكي. لو حضرتك نلقي الضوء على أهمية زيارة الرئيس لدبي والهند والبحرين، وطبعا يعني أهم القرارات والاتفاقيات والإنجازات اللي تمت خلال زيارة الثلاث دول. الواقع يعني أنا هبدأ بالسياق الذي تمت به الزيارة، وكانت أول مرحلة هي زيارة دولة الإمارات. نعم. معروف أن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات متميزة، إنما دائما في مثل هذه الأمور من المهم التواصل واستمرار التشاور والتعميق وتحديد القنوات التي تمضي إليها هذه المسارات. هذه الزيارة تتوافق مع تطورات مهمة تحدث في المنطقة. هذه التطورات أولا تتعلق بملفات كانت مفتوحة قبل ذلك، إنما طرأت عليها أمور ربما في مقدمة هذه التحركات ما يتعلق بالملف السوري الذي نشهد في هذه الأيام الاجتماعات التي تتم في فيينا، الحوارات الأمريكية، دخول إيران إلى الدول التي تشارك مع دول إقليمية أخرى زي تركيا. نعم. طبعا مصر موجودة في هذا المحفل أيضا، ثم التشاور في هذه الأمور لا شك أنه مهم. هذه ناحية. الأمر نعم. الثاني ملفات زي اليمن، وتشارك الإمارات في الحملة، وليبيا وغيرها. إذا هذا التشاور واستمراره أمر مهم، خصوصا في إطار جولة بيتولاها رئيس الدولة الرئيس السيسي، وبدأ فيها بالإمارات. لما نأتي إلى مجال العلاقات الثنائية المتميزة، نقول لا شك أنه دولة الإمارات هي الدولة صاحبة الاستثمارات المباشرة التي تتمتع بالمركز الأول في الآونة الحالية في مصر. الأمر الثاني اهتمام مصر بدعم هذه الاستثمارات. نعم. الأمر الثالث التعديلات القانونية التي تطرأ على قانون الاستثمار، ولا شك وضع الإماراتيين والقيادة الإماراتية في الصورة له أثر طيب، فضلا عن رصيد من العلاقات الطيبة والثقة المتبادلة وضرورة الحفاظ عليها. زيارة الهند احنا بس ولو قبل ما أنها في ننقل للهند، محفل سيادة السفير، بس اسمح لي اقول للمشاهدين انه طبعا اللي بيعرض قدامهم على الشاشة ده دلوقتي حالا هو طبعا انه الشيخ محمد بن راشد اصطحب الرئيس السيسي في جولة بسيارته، والرئيس اشاد بالنهضة الحضارية ومستوى البنية التحتية، وحاكم دبي بيقول شراكتنا راسخة ومصر سند كل العرب. كانت جميلة جدا الحقيقة سيادة السفير، احنا شايفين قدامنا دلوقتي المشاهد في منتهى الجمال، وان انه الشيخ محمد بنفسه هو اللي بيصطحب الرئيس السيسي في هذه الجولة، برضو دي حاجة جميلة يعني. بطبيعة الحال فيها لمسة عملية، فيها لمسة نعم شخصية نعم مهمة، فيها أيضا ما تم خلال هذه الجولة من اطلاع الرئيس السيسي على خطوات متقدمة قامت بها صحيح. دبي وحاكم دبي الشيخ راشد، تتمثل في الحكومة الإلكترونية، تتمثل في القوانين الاستثمار، تتمثل في النهضة الكبيرة في جبل علي والمصانع التي تقوم، ثم في قضية إدارة دبي على هذا النحو الذي جذب لا شك استثمارات وجعل من دبي لا شك مركزا مهما للسياحة وللنقل وللخدمات. يعني تبادل الرأي والاطلاع على الطبيعة ليست المرة الأولى التي يظهرها الرئيس السيسي في جولته في دبي دبي على النحو الذي تمت الإشارة إليه، إنما لمسناها أيضا في زيارات أخرى في سنغافورة وفي غيرها، حيث يحب أن يطلع بنفسه على أوجه التقدم وعلى أسبابها وأن يتعمق في ذلك، صحيح. وأستطيع أن أقول وأن يعايش هذا التقدم عن طريق الملامسة الحقيقية. إذا وصلنا إلى الهند نبدأ فنقول أنه منذ أن تولى الرئيس السيسي الحكم من الواضح تماما أنه من الأهداف
الاستراتيجية هي استعادة التوازن في علاقات مصر الخارجية. صحيح. إذا بصيت مرة أخرى إلى جولة الإمارات، أذكر بأنه مصر أعلنت مرارا في مرات كثيرة أنها تعتبر أن هذه المنطقة، منطقة الخليج، هي حد بالنسبة للأمن القومي المصري. إذا نظرنا بعد ذلك للهند، نقول أن استعادة التوازن في علاقات مصر الخارجية يعني التحرك بوعي بطبيعة الحال في ترتيب الزيارات التي تقوم. الهند دولة رئيسية تعول عليها أمل كثيرة، يعني على المستوى الآسيوي معروف أن هناك عملاق صيني وهناك عملاق هندي، وتتوقع بعض الإحصائيات أن يتجاوز عدد سكان الهند في سنة 20 عدد سكان الصين. صحيح. ثم هناك إمكانيات اقتصادية وهناك معرفة نوهاو، وهناك لا شك تفوق أثبتته الهند في الداخل خصوصا في صناعة الاي تي البرمجيات على مستوى العالم. ومن يسافر إلى الخارج ويحتك بمجالات معينة بالذات في مجال المعلومات سوف لا شك يصادف آلافا من الهنود الشباب الهندي بدرجات متفاوتة الذين يشغلون مناصب، وبعضها مناصب رفيعة فعلا في بعض الشركات الأمريكية. السبب أن الهند بدأت هذه الصناعة في مرحلة مبكرة، استثمرتها، استطاعت أن تخرج كثيرا. أنا شخصيا حصلت معي قصة شخصية في أحد الزيارات الولايات المتحدة أخيرا، أبلغني أحد ممثل الشركات التي تتعاقد مع شباب هنود يعملون في صناعات المعلومات بأنه أثناء زيارته للهند للتعاقد سأل رئيس شركة تقوم بالتوظيف والاختيار عن عدد خريجي معاهد الاي تي من المستوى الجامعي وما بعد الجامعي، قال له احنا وصلنا 600,000، انما هذا العدد لا يكفي، نحن نسعى الى 650,000. يعني اذكر هذا على قصه سبيل جميله المثال. طبعا. على سبيل المثال طبعا، لانهم يختاروا حاجات معينه. انما على كل حال العوده الهند كانت مناسبه لانه كان مؤتمر الهند افريقيا. صحيح. مصر تمثل افريقيا في مجلس الامن وفازت بالمقعد كما هو معروف. الامر الثاني، الهند لديها امكانيات نتيجه اولا طموحات الهند، جاليه هنديه في افريقيا. ثلاثه، اوجه التعاون موجوده، وكما ذكر الرئيس السيسي القاهره او مصر تعتبر بوابه لافريقيا بمعان كثيره، ليس فقط جغرافيا، انما لأن مصر أيضا لا تبدأ من نقطة صفر. لدينا الصندوق الأفريقي، لدينا تعاون، لدينا بالتأكيد علاقات عميقة وحميمة على المستوى الأفريقي، نستطيع أن نوجد من خلالها مصالح ثلاثية فنية تعليمية اقتصادية، خصوصا مع عضوية مصر في الكوميسا وأيضا في السداك، وهي التجمعات الرئيسية في أفريقيا. هناك تجمعات أخرى في غرب أفريقيا وإن كانت أقل عددا. كانت هناك قضية المناخ المطروحة، كانت هناك قضية أن تتضافر دول هذه المجموعة لتشكل إذا صح التعبير حائط صد ضد الطموحات الفارقة التي لا تنظر إلى مصالحها والتي تأتي من جانب دول أكثر نموا. ثم نشير في أنه أفريقيا، وينبغي أن نذكر بذلك، هي دولة، هي قارة المستقبل. بمعنى آخر أن الطموحات عليها كبيرة وكثيرة. فأعتقد أن أحد المعاني هو أن إذا كنا نحن أهل مكة وأضرب شعبها، فنحن أيضا أولى بما نستطيع أن نفعله سوا لصالح هذا الحلف وهذا التعاون الأفريقي الهندي. ثم
على المستوى الثنائي كانت فرصة ممتازة لتعميق ولتجديد ولتنشيط العلاقة المصرية الهندية التي لها أساس تاريخي في هذا الصدد. نعم، وهناك هنا التقى أيضا عفوا لمقاطعة حضرتك، ولكن التقى أيضا برئيس النيجر، وأكد أيضا ناقش مع الرئيسان تعزيز العلاقات وأيضا أهمية العلاقات الاستراتيجية، وكان الرئيس السيسي أيضا يعني أعرب استيائه عن ما تتعرض له النيجر من هجمات إرهابية. بالتأكيد قضية الإرهاب ذكرت وذكرت بكثرة. نعم، جميع دول العالم معرضة للإرهاب، بعضها يعاني مباشرة كما ذكر في مثال النيجر، إنما هناك أيضا دول بدرجات أخرى متفاوتة. ثم إن هناك أساسا لهذا الإرهاب يتمثل كما ذكر في أسباب فكرية واقتصادية. الأسباب الفكرية لا شك تتعلق بأمور كثيرة، بينها التعصب، عدم التسامح، عدم القبول بالآخر، التحيز، التخريب، إثارة روح الكراهية، أسباب كثيرة جدا، ولا أبعد تدخل في جوانب ثقافية أو دينية يتعين الالتفات لها. الجانب الاقتصادي هو التصدي للأسباب التي تجعل انتشار الإرهاب في مجالات معينة يتحرك ويستطيع أن يجند في وسط الفقر والتخلف من يستطيع أن يجنده. نعم. هذا بعد ثاني، وهو بعد لا شك يهم الهند ويهم مصر ويهم أفريقيا. نعم، آخر محطة كانت البحرين، وأيضا لو حضرتك تلقي الضوء على أهم النقاط اللي تمت، أنا عارفة أن هو دي كانت النهاردة، وكان هناك أيضا كلمة للرئيس السيسي اليوم أمام أعتقد قمة في المنامة، وأعتقد طبعا حوار المنامة، ولو حضرتك أيضا أطلعتنا على أهم النقاط اللي تم الاتفاق عليها مع البحرين. بالنسبة للبحرين، البحرين صديق قديم وتاريخي، ومن يتعامل مع أهل البحرين الكرام وهم بشكل يتميزون بالانفتاح وبالثقافة وبالود وبالصداقة والتطلع إلى الدولة المصري يجد أن هناك خلفية كبيرة ومهمة جدا. البحرين دولة لا شك أنها تعرضت في الآونة الأخيرة لاستفزازات، بالذات من جانب تصريحات إيرانية لا شك لا يمكن القبول بها، التي تتعرض لما يمس سيادة البحرين واستقلال البحرين ومستقبل البحرين. التأكيد هنا من جانب مصر طبعا من خلال هذه المباحثات وغيرها، وليست المرة الأولى على أن مصر لا يمكن لا أن تقبل بهذا ولا أن تسمح بأن يتعرض أمن البحرين للخطر. وهذه رسالة بالغة الأهمية، وهذه الرسالة لا شك أن الزيارة تعزز هذا المفهوم الذي تم التعبير عنه بوسائل كثيرة خلال فترات سابقة، وبالذات منذ وصل الرئيس السيسي للحكم. نعم. وتأتي هذه الزيارة لتجدد هذه المعاني بالنسبة للبحرين في هذا الأمر. طبعا ينبثق عن هذا تداعيات ربما لم تعلن كلها، إنما لا شك أنها تتمثل في تعزيز التعاون في أوجه تتعلق بالدفاع وبالأمن وبغيرها، وتتطلع أيضا إلى إيقاف أي محاولات لاختراق هذا الأمن سواء لأسباب تدعي طائفية معينة أو تسمح بمساحات تتحرك فيها مطامع غير مسموح بها على الإطلاق وتتهدد البحرين. صحيح. أما في مجال العلاقات الثنائية المجال كبير، إنما قبل أن أبدأ في ذلك أذكر أيضا بأن البحرين طرف في إنشاء القوى العربية المشتركة التي بدأ الحديث عنها
منذ شهور كما هو معلوم، منذ شهر يونيو على ما أذكر أو أوائل يونيو. ولا شك أن البحرين تؤكد في مناسبات كثيرة حرصها على أن يتم تشكيل هذه القوة بأهداف محددة تتعرض لما يمكن أن يتعرض له الأمن القومي العربي. نعم. أما العلاقات الثنائية فمجالات دعمها كثيرة ومتنوعة في حدود بطبيعة الحال ما تسمح به ظروف مصر وظروف البحرين، سواء كانت تعاون في مجال استثماري. البحرين سوق مالية دولية استطاعت أن تصل إلى هذه الدرجة في أهم مجال تبادل الخبرات وهي منفتحة لذلك، وللتعاون الفني المصري مع البحرين كما سبق أن ذكرت تاريخ طويل وتاريخ مشرف. اهتم الرئيس يعني اهتم الرئيس ايضا بالمشكله وبالازمه السوريه اثناء ايضا حديثه امام يعني او في المؤتمر اللي كان في المنامه، وكان الحقيقه يمكن برضو بيتزامن النهارده كان في اجتماع الدول كثيره بالنسبه لمناقشه الازمه السوريه في فيينا. وإلى الآن موقف مصر يمكن غير واضح بشكل كبير، ولكن ممكن يكون ظهر من خلال الاجتماعات اللي تمت النهاردة في فيينا. فهل لحضرتك أن تلقي الضوء أيضا على كيف ترى مشاركة مصر، وهل ظهر موقف مصر حيال هذه الأزمة؟ هل اتفق مع البيان اللي ألقاه جون كيري، أم أن هناك اتفاقيات مع الدول العربية بشكل آخر لم يتم الإعلان عنه بشأن الأزمة السورية بين مصر والدول العربية؟ هو للأسف الدول العربية يعني حاضرة وغير حاضرة. حاضرة بمعنى أن هناك دول عربية بالتأكيد هامة ورئيسية مثل السعودية ومصر بالتأكيد، ودول الجوار تعاني من الأزمة السورية مثل الأردن تشارك. إنما إذا كنا نتحدث عن موقف جماعي على سبيل المثال تبنته الجامعة العربية وتحول إلى قرار، كنت أتمنى لو كان هذا قد حدث، لأنه كان سوف يعتبر عاملا إضافيا في هذه المرحلة. الموقف المصري واضح تماما، بمعنى أنه بالتأكيد يعيد تأكيد ضرورة التوصل لحل سياسي في مرحلة معينة ليست بعيدة. كنا نستمع عن تسليح الفصيل الفلاني ودعم الفصيل الفلاني وتدريب الفصيل الفلاني، وفي الواقع أعتقد أن الأمور في هذا الاتجاه لم تصل إلى نتيجة. وحتى التصريحات التي انطلقت عقب التدخل العسكري الروسي، وبعضها كان منسوبا لوزير الدفاع الأمريكي من أنهم هيستمروا في دعم ما يسمى بالمعارضة المعتدلة، بالتأكيد حتى إذا حدث لن يحسم الموقف عسكريا. وفي تقديري وأستطيع أن أضيف بصفة شخصية أنه التدخل العسكري الروسي الذي أخذ الشكل معلن هو محاربة الإرهاب قد أغلق المجال أمام هذه الاحتمالات التي تصور البعض في وقت من الأوقات أنها يمكن أن تغير ميزان القوى على الأرض داخل سوريا عسكريا، وبالتالي ينتهي حكم الأسد إلى آخره. أما وقد حدث ذلك فقد استدعى بالضرورة تغيرا في موقف الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وبمعنى آخر أن هذا التغير يعني أنه كيف يمكن التعامل مع الحل السياسي. المحاولة في فيينا تأتي في هذا الإطار. صحيح هناك متناقضات كثيرة بين التوجهات السائدة بين الأطراف المعنية، وكلها تتلخص في أمرين. الأمر الأول أن هناك اتفاقا على أنه
ينفذ بند خاص بمؤتمر جنيف الذي يتعلق بالفترة الانتقالية. إنما تحديد معالم الفترة الانتقالية هو محل الخلافات السائدة. بمعنى آخر، تفاصيل الفترة دي، هل يمكن أن يمضي الأسد في البداية أو في المنتصف أو في النهاية؟ ما هي هذه الفترة؟ ما طبيعة المراحل؟ ثم إذا تصورنا أن هذا المؤتمر يمكن أن ينتهي إلى نتيجة، فسوف تكون النتيجة الإعلان عن اتفاق عن عدد من العناصر التي يمكن متابعتها. وأتصور أنه رغم الصعوبات، فمن مصالح الدول حتى وإن لم تكن نواياها صافية تماما في هذا الإطار أن يتم التوصل لذلك، لأن الفشل سوف يعني تصعيدا على حساب مزيد من المعاناة للشعب السوري ومزيدا من صالح الإرهاب والمنظمات الإرهابية. بالتأكيد الموضوع في هذه المرحلة لن يسفر عن نتيجة نهائية. أقصى ما يمكن أن يتوصل إليه هو إعلان بعض النقاط التي يتم التوافق عليها. أتمنى أن تكون لها متابعة جادة. أتمنى إشراك الأمم المتحدة في مرحلة ما. أتصور أن مصر منفتحة لأن تشارك وأن تبحث في هذه الأمور بمرونة، لأنها في بداية الأمر وفي نهايته كانت تأكد دائما على مصلحة الشعب السوري دون غيره، وكان موقفها متعقلا في دراسة الواقع وفي التعامل مع هذا الواقع. بالتأكيد. الحقيقة أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لكل هذه الإيضاحات والتوضيحات في كثير من في زيارة الرئيس السيسي للثلاث دول وأيضا اجتماع فيينا النهاردة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة السفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية السابق. بالتأكيد مشاهدينا موضوع القرارات اللي تم أخذها أو نقدر نقول التوصيات اللي تمت في هذا الاجتماع بالنسبة لاجتماع فيينا في غاية الأهمية.